زهير الملاح اللي كنا فاكرين انه اختفى من الدنيا. لا 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 ما اختفاش. انا اللي استاهل اللي مشيت ورا شويه عيال. يا فندم اسمع حضر الضابط، انت وزميلك الصبح تسلموا القضيه دي لحد تاني وتسلموا مكاتبكم كمان، وتروحوا بقى تستلموا شغلكم الجديد في المرور ولا في الاحوال المدنيه، هو ده تمامكم. حضرتك هي القضيه فيها تفريعات كتير جدا، ودي بعض الملفات المهمه. ده ملف امجد الديب، وده ملف حازم درغام، وده ادهم القصاص. لو حضرتك فين ملف درويش؟ ايه يا اخويا مالك في ايه؟ فزعتنا بغير الانبوبه كانت هتفرقع في وشي. انا عاوز ماهر وخليفه دلوقتي حالا. انت مقلب الكلام ده في دماغك قبل ما تقوله يا درويش. عاوز اثبت اني بريء، وعاوز اثبت اني مش ارهابي. ما تسمعيش غير صوت دماغك وبس. ايوه عشان دماغي عمرها ما ودتني لحته غلط. تعرفي واحد اسمه زين السعدي؟ انا اللي بيهمني يوصلني طلبي، وحقك راح تاخده كله ودفعه وحدي. انا جاي عشان مصلحتي ومصلحتك، ايا كان اللي بينك وبين درويش ما يخصنيش. درويش معاه حاجه تخصني وتلزمني. الباسبور امره سهل، بس اديني يوم ولا يومين على ما اتصرف. العده دلوقتي مش تحت ايدي. بقى مايل على صديق من اصدقاء السوا، بضربه عنده. بس انت هتروح بيه فين؟ في اي حته، اي بلد، مش فارقه. وايه اللي هيروح بيه فين؟ يعني هتعملوا تاشيره يروح بيها لوكسمبورج؟ ما اما هيغرب ويروح ليبيا يطحن، يا اما هيشرق ويروح غزه يتفرم، يا اما بقى هيبحر ويروح ايطاليا يموت غريق. ولا يكونش عاوز تروح السودان؟ مالها السودان؟ ما حلو السودان مننا وعلينا يعني. ودي تأشيرتها صعبة دي ولا حاجة؟ محدش سألني عليها قبل كده. أسأل الله. إيه يا غول؟ هتروح السودان تعمل إيه؟ أبيع شطة، هسرح بمعيز، المهم أختفي وأغول في أي داهية بعيد عن هنا. خد كل خص أحسن من الشطة. خص إيه وقرف؟ أنت هتقلب القعدة قعدة معيز ولا إيه؟ ضغط ضغط ضغط. إيه الحكاية يا إخوانا؟ امسك يا خليفة. وبعدين؟ قلت لك حسن، اعرض نفسي لام الاخطال عشان تروح السودان. خلاص ماشي. حد معاه تليفون؟ خد هذا الرقم متاح دائما. هتكلم مين؟ هكلم البني ادمه الوحيده اللي مربوطه في رقبتي. خد على خليفه. ده ايه ده؟ الو. ايوه يا استاذه. ايوه درويش، ممكن اقابلك دلوقتي؟ انت فين؟ اجيب كريم كراميل ولا تشربوا الشاي؟ اتنين يا جيجي، اتنين جيجي بعد اذنك. اعملي قهوه. انا يا حاضر. ايوه. قهوه ليه؟ قهوه ليه يا عم اشرف؟ احنا خلاص من بكره هنعيش حياه الموظف المثالي. مفيش طبيق بقى ولا نيله. هاتي له بطيخه حبيبتي وجبنه. طب علي 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 ليه يا عم؟ كبر دماغك بقى يا عم. علي كده بس شويه نسمع بيقول ايه. يعني مش ممكن كم الاستهتار بعقول الناس. انتوا للدرجه دي مش مستوعبين ان مفيش حاجه بتستخبى خلاص؟ وبعدين ده ارهابي وقضيه وزيره، كنتوا ناويين تترمخوا لغايه امتى يعني؟ اديني عليت وبسط. والله حالنا عمره ما هينصلح بالشكل ده. ايوه مين فعلا؟ طيب كويس، يعني اخيرا في حد بيحس. جالنا خبر دلوقتي تقريبا عمرنا ما سمعنا زيه في بلدنا قبل كده. السيد وزير الداخليه تقدم باستقالته. ديخ بالجبنه وكريم كراميل وحلاوه. منور يا اشرف. ايوه يا استاذ. يعني انا عايز اعرف كان ايه لازمته تجيبنا في المكان ده؟ حق عليا يعني. انا عايزك تغيري جو المراقبه، وبرضه ابقى لازم ابقى متاكد ان مفيش حد جاي في ديلك. ماشي، ما كلمتنيش ليه امبارح؟ لا دي حاجات كتيره قوي وطول شرحها، بس انا جاي لك بالنتيجه. اتفضلي. ايه ده؟ خلاص ما عادوش لازمه. انا الموضوع كله رميته ورا ظهري. يعني ايه؟ يعني من النهارده انا مش مكمل.
أنا كنت عامل زي الغريق عمال أطبش، كل شوية أتعلق في أي حد علشان ينجدني. بس حملي تقيل، أي حد كنت بمسك فيه كان بيغرق معايا. كان أملي إن ألاقي إيد ممدودة من مركب تنجدني، أو طوق نجاة يتحدف لي في وسط الموج. بس للأسف ما لقيتش. أنا لازم أمشي يا أستاذة. خلاص ما بقاش فاضل لي ولا حتى أشياء اتعلق بيها. يعني ايه عايز تمشي؟ هي حفلة شاي معزوم عليها، هتسيبها وتروح تنام؟ أرجوك يا أستاذة، أنا مش عايز تأنيب. أنا اللي فيا عمرك ما هتحس بيه. أنا بقيت عامل زي الوبا، لما يحل في حتة ياخد اللي قدامه في سكته. هو أنت خدت القرار ده بعد اللي حصل في السكاكين؟ تيجيش أعرفك باللي حصل في السكاكين. مصر كلها عرفت اللي حصل في السكاكين. ايه ده؟ بتعملي ايه؟ اتفضل شوف. الفيديو ده نزل امبارح على السوشيال ميديا والدنيا مقلوبه. الجرايد كلها كتبت ان هم لقوا جثه شاب ومراته مرميه في البيت ده. فؤاد ومراته؟ يعني تعرف؟ درويش انت اكيد مالكش يد في الموضوع ده، مش كده؟ ماليش يد في الموضوع ده ازاي؟ ماليش يد في الموضوع ده ازاي؟ الناس دول كانوا عايشين في حالهم لغايه لما حطيت رجلي في بيتهم وقصفت امرهم وقلت لي لا كمل. انا بقيت جارب في رجلي الموت في كل حته اروحها. ارجوك يا استاذه ابعد عنا الله لا شيء، وكفايه كده. فهد ومراته قول لي بقى يا حزوم، انت على اي اساس بتقول ان اسعد ممكن يكمل معانا؟ اسعد مش ممكن يستغنى عن التاب بالبساطه دي. ممكن يكون كلم ناس عشان يجيبوه له غيرنا، بس مشكلته انه مش عارف ان انا الوحيد اللي ممكن اوصله للي هو عايزه. والله يا اخي انا مش عارف انت جايب الثقه دي كلها منين. درويش دلوقتي لسه هربان واكيد هيحاول تاني عشان يوصل لنهله. هو ده الخيط اللي وصلنا ليه؟ نهلة؟ هي مش نهلة برضو لسه مراتك اللي انت بتحبها وبتخاف عليها، ولا في جديد انا ما اعرفوش؟ نهلة دلوقتي تحت جناحي، يعني اول ما يوصل لها انا هعرف اجيب. ما تشغلش بالك انت بالقصة دي، انا هفكر لها مع نفسي. مع نفسك انت بقى. ايوه يا ابني عملت اللي قلت لك عليه. طب الحاجه دي بكره تكون عندي، ومش عايز تاخير. وانت تعرف فؤاد ده من زمان؟ فؤاد ده كان زي ابني، شيلته على كتافي لما كان حته لحمه حمر. بعد العمر ده كله لما قابلني عرفني، بقى يناديني باسمي اللي انا نفسي نسيته، زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى كان بعتولي عشان يطبطب عليا. كان لازم احميه من زهير. وانت ازاي متاكد ان زهير اللي بيعمل كل ده؟ محدش غيره هو اللي عملها. فؤاد شافه وعرفه، كان لازم اهرب انا عشان ما يحصلش حاجه مني خالص، ولازم اهرب دلوقتي. لازم اهرب دلوقتي عشان لعنتي ما تحلش على اللي حواليا واقولهم طارق ابني. زهير لو كان عايز يأذي طارق كان اذاه من زمان جدا. زهير كان عارف زمان اني مت، لكن دلوقتي عارف ان انا حي. ما
وحتى لو عارف ان انت حي يبقى هيجري وراك حتى لو انت هربان كمان ويجيبك. بص انا مقدره خوفك على ابنك ومقدره مشاعرك، بس صدقني الهروب ما بيجيبش نتيجه. انت بقالك 20 سنه هربان، كانت ايه النتيجه؟ درويش الهروب ما بيجيبش وراه غير الهروب. انا تعبان تعبان، حاسس ان مخي هيطلق، دماغي هتنفجر. عموما مش قادره اقول لك حاجه غير ان انت محتاج تفكر عشان تاخد قرارك. احسبها مع نفسك كويس وشوف ايه اللي هيريحك، لانه في النهايه القرار قرارك. اتفضل يا فندم. ده حصر البلاغات اللي قدمها المواطنين في 7 محافظات، ده بعد ما عدنا نشره فيها اوصاف لدرويش عبد ربه. دول كام دول؟ دول 523 بلاغ يا فندم. نعم. ليه؟ جراه راكب قطر وباصص للناس من الشباك بيشاور لهم، مش كل يوم هيشوفوه. ما احنا اللي فتحنا الباب للبلاغات والناس ساعتك بتشك. تشك في محافظه؟ محافظتين؟ 7 8 محافظات. احنا كده بندور على والي مش ارهابي. انا بقول يا فندم ممكن نعمل اعلان عن مكافاه للي يلاقيه، وبكده نضمن جديه البلاغات. انت الصادق، عشان الاقسام كلها تتحول لمكاتب بريد. اقفلوا باب البلاغات دي خالص، مش عايزين هري على الفاضي. امرك يا فندم. اسمعوا، انا عايزكم تعملوا لي حصر كل الاسماء اللي جت في قضيه اختيار السادات. في حاجة؟ لا ابدا، بس اصل القضية دي اغلب اللي تورطوا فيها ماتوا، واللي لسه عايش منهم بقى في حكم الاموات. خلايا اللي زي دي تفضل نايمة بالسنين، فجأة بتتحرك. اللي زي درويش ده اكيد مش لوحده، اكيد وراه ناس. هاتولي اللي عايش منهم ان شاء الله على نقاله. املك صوت. تمام يا فندم. طبعا احسن تغير. جود ايفنينج. اين اهلك يا جد؟ هاي با. يا حبيبتي شكلك تعبانه قوي. ايه متعوده ترجع متاخره كده؟ يعني كان عندي شويه شغل كده متاخرين اضطريت اعملهم. انواي معاكي من دلوقتي 18 ساعه تحضري نفسك. طيارتنا بكره بعد العصر الساعه 3. طيارتي؟ انا مش مسافره على فكره. نهله، انا خلصت كل الاوراق ورتبت كل حاجه. سوري انا بره الترتيبات دي. معقول هنتناقش في الموضوع ده تاني؟ ثواني بس حضرتك. نهله حبيبتي لازم تفكري كويس، انتي محتاجة تغير جو، تبعد عن جو المشاكل اللي احنا فيه ده. ماشي انا ممكن اضغط على نفسي واستحمل انتي بعيدة عني، بس مادام الظروف عايزة كده يبقى حازم الموضوع ده بالنسبة لي منتهي. فعلا مامي محتاجة السفرية دي دلوقتي، ممكن هي تطلعها وانا ممكن احصلكوا بعدين، لكن دلوقتي لا. نونا حبيبتي انا عمري ما غصبتك على حاجة، ولما جيت المرة اللي فاتت وتكلمنا سبتك تطلعي كل اللي جواكي، مع ان كان في كلام كتير جارح. انا فكرت في كلامنا واكتشفت ان عندك حق. بليز اديني فرصه نصلح الكلام ما بيننا بدل ما تعند معايا. انا مقدره يعني اللي حضرتك بتقوله واحساس حضرتك، بس انا ما بتهيأليش هعرف اسيب حازم والبيت والشغل دلوقتي حقيقه. يعني انا مش هعرف اعيد تجربه شفتها بتحصل قدام عيني سنه ورا سنه، وانا اكتر واحده في الدنيا عارفه نتيجتها.
Sorry, Dad. I'm so sorry. انت بقالك 20 سنة غربان. كانت ايه النتيجة؟ درويش الهروب ما بيجيبش وراه غير الهروب. انت فضلت بعيد عن طارق 20 سنة برضاك عشان ما يعرفش ان ابوك المجرم. ليه عايز تهد ده كله دلوقتي؟ ليه عايز تشيله عارة عشان طارق دي؟ انت مش وش الكلام ده؟ لو في حد انت متضايق منه مولع منه ولع فيه بجاس، بس بالعقل وبالتكتك. انا ما كنتش كده يا ماهر، ما كنتش كده. انا كان الليل قبل ما ينزل سواده على الدنيا يعمل لي الف حساب. انا اللي كان يفكر يسن اسنانه عليا كنت بلحها له قبل ما يفتح بقه. ولما جه الوقت اللي بقول يا حيطه داريني لقيت القرود بتتنطط على كتافي. الله، كنت كان في ايدك تعمل ايه بس يا صاحبي وما عملتوش؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. انا بتحرك زي الجرس ما بيرنش غير لما يتدق عليه. ايوه، بتفكر في ايه دلوقتي يا درويش؟ مش درويش اللي هيفكر، فضل الغول هو اللي هيفكر وينفذ. فضل الغول هو اللي هيضرب، ما بيفاديش الضرب. الراجل دخل على 80، اخد حقه في 3 سنين عشان كان متسطر على درويش واتنين تانيين بعد حادثة السادات. قبض عليهم عنده بعد ما خرج من السجن. ما خلاص يا وائل، انا مش عايز اسمع قصة حياته. شوف يا فرج، انا مش عايزك تطول عندنا، لا احنا وقتنا يسمح ولا انت حامل البهدله. هما كلمتين ورد خطاه. ممكن تقول لي انت بتضحك على ايه؟ اصلي لما سمعت عن حادثه الوزيره دي وعرفت انكم متهمين درويش وشفت كمان الصور اللي انتوا نشرتوها، قلت استنى اشوف الحدوته العجيبه دي هتخلص على ايه. انا كنت فاكر انكم بتلبسوا اي حد لاي اسم عشان تلهوا الناس وخلاص، لكن لما شرفتوني بالزياره وجبتوني هنا فهمت انتوا غلابه قد ايه. وبعدين يا فرج، وبعدين ما تتكلم عدل وتقول كلام مفهوم. حاضر حاضر يا ابني، هقول لك كلام مفهوم. درويش عبد ربه اللي انا عرفته من 40 سنة واللي سجنتوه زمان، مش هو درويش عبد ربه اللي انتوا بتدوروا عليه دلوقت. يعني ايه؟ افهم من كده انك مش هتهرب؟ أنا مش حد ظهري للنار يا ماهر، أنا لازم أواجه. الله، أم الباسبور، باسبور الخليفة التاتش مقع عين أمه فيه، خلاص هنلغيه؟ خليه مقع عينه، ما أنا عاوزه. يا الحمد لله، تفهمني ناوي على إيه؟ ناوي أجيب داغي زهير الأرض قبل ما أجيب داغي. أيوة صح، بس زهير ده أعرفه أنا وأنت بس، إنما اللي قدام الناس أمجد بيه الديب الجردير النظيف. الوسخ هيفضل طول عمره وسخ. وزهير ما نضيفش يعني لما غير اسمه من زهير لأمجد؟ ولا انت فاكر يعني عشان خاطر المليون جنيه اللي طلع بيهم من العملية زمان هم دول اللي كبروه؟ اصحى ماهر، اصحى. انا لازم اناخر براه، وما وقعت زهير هوقع أمجد. وانا معاك يا صاحبي، حياة الأيام السودة اللي عشناها مع بعض سوا، ما هسيبك إلا ما تبرد ضهرك من ابن الكلب ده. طول عمرك أخ ورجولة ماهر، طول عمرك أخ ورجولة.
انا عايز فلوس يا مان. حياه اليوم اللي عشناها لو انت على البرش كتف بكتف كده ما هسيبك ابدا. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. بقول لك رجوله طول عمرك رجوله. انا محتاج الفلوس يا مان. رحمه امي وامك. زهير دوت اللي خلوه قد كده قدامك. انت رمى يا مان. بقول لك محتاج فلوس يا جدع. وانا بقالي ساعه عمال الغوش على مساله الفلوس دي. اجيب لك منين ما انت عارف الجير وغطاه. الواطي واطي الواطي واطي. هات تليفونك. تليفون؟ عايز تقلبني وخلاص. اخلص أيه. اخلص اخلص اخلص. خي خي يا رب. تم هاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. ترن على بينا لئيم. وما قوم فك حصرك. قوم قوم خد بالك التليفون. قوم فك حصرك قوم فك حصرك. يا عايز فلوس يا جدع. اقعد يا حسام. قول لي بقى يا سيدي ايه اخبار قضيه وزاره الصحه؟ والله يا فندم مش عارف اقول عليك ايه. الموضوع معقرب شويه. اكتشفت حاجه مهمه هي اللي خلتني اجي معاك النهارده. وايه هي بقى؟ دي صوره درويش عبد ربه اللي بنطور عليه اللي الزملاء طلعوها من الملف بتاعه اللي في ارشيف السجن. الحقيقه يا فندم لما دورت وراه ووصلت للناس اللي كانوا شغالين معاه زمان ايام قضيه السادات كلهم اكدوا لي ان درويش عبد ربه الكتيان شخص تاني خالص مش اللي موجود في الصوره دي. شخص تاني ازاي؟ شخص تاني يا فندم مش هو ده. انا وصلت لاثنين من اهم الناس اللي كانوا يعرفوا اكدوا لي نفس الكلام ان مش ده درويش عبد ربه الكتيان وإننا المفروض ندور على درويش الأصلي اللي هو في الصورة دي سيادتك. درويش عبد ربه الكتيان الحقيقي. أنت هتهرج يا حسام؟ يعني إيه الكلام ده؟ يا فندم ممكن جدا يكون واحد منهم منتحل شخصية التاني أو يجوز أوي. يجوز إيه يا حسام؟ بقول لك إيه؟ أنا اخترتك عشان تمسك القضية دي. متأكد 1000% إنك هجيب الراجل ده. وما تضيعش وقت، خد بالك. احنا ما نعرفش الراجل ده، هنعرف الراجل ده. الراجل ده اللي اتهمناه قبل كده باختيال وزاره الصحه. والراجل ده برضه اللي الناس مستنيه نقبض عليه، وانت اللي هجيبه يا عصام. يطلع بقى عبد الكريم درويش، يطلع زفت، جن ازرق. نجيبه الاول، وبعدين نهدي الراي العام. بعدين بعد كده نشوف العك اللي انت بتتكلم فيه ده. فاهم يا حسام؟ تمام عليك. مين؟ افتح يا شاب انا ابوك. وليه بتقول انك ابويا؟ ما كده مش هفتح. مش هتفتح الباب ليه؟ هتسيبني مركون يا شهبوب؟ ما تقوليش شهبوب دي تاني. وانت كده ابوك بتدلعني؟ انا قلت لك قبل بكره شهبوب دي 100 مره. وبعدين انت المره اللي فاتت سلمتني لامن الدوله، المره دي بقى عايز تعمل فيها ايه؟ هتعلن زلابطه وتوديني الشرطه العسكريه؟ يا ولد انا جايب لك كباب وكفته ترم عظمك. كباب وكفته؟ والسلطات كتير؟ كتير. وهنوزع بالعدل يا نبوي. بالعدل؟ حبيب ابويا. السلام عليكم. انا هنا فين الكباب والكفته؟ كباب وكفته ايه يا ابن الهطله؟ وانت بتكذب؟ يعني انا بكرهك وبتكذب برضه؟ وانا حلت حاجه. انا جاي اخد منك قرشين. قرشين؟ يعني مش كده مش بصدقكش انا. يا رب ارحمنا برحمتك يا رب. يا رب ده انا بسمع عن عيال بتسرق ابهاتها، بتاخد عربياتها. بتموت ابهاتها علشان تورثها بالحياه. لما اب بيجي يستلف من ابنه اللي ما بيحبوش. انا في حاجه كده انا مش حاسسها. ايه هي؟ انا لا شبهك ولا شبه امي. هو انا ابن خالي؟ لا انت جيت صدفه. صدفه وعايز ايه بقى منك؟ تعبان يا ابني وجعان وعايز فلوس. جعان حشيش صح؟ جعان نفسك تاخد لك سخين كده حشيش تاووك او سلطه بانجو. يا ريت. يا ريت. يابا بقى اكبر بقى اوعى بقى. يابا عشان خاطر يابا بلاش حشيش، حبني شويه زي الحشيش ده، الحشيش ده هو اللي بيجوعك. يا ابني ما تظلمنيش، ده الدكتور كاتب لي على اني اعمل اشاعه على ظهري. ولو عمك درويش هنا كان سلفني عشان اعمل الاشاعه. والله العظيم ما بصدقكش انا. وبعدين انت مش عملت اشاعه على ظهرك 14,000 مره؟ واقول لك ما فيش حاجه في ظهرك؟ انت بتستبذني عاطفيا؟ بعدين عم درويش ده مش ده اللي بعت الطوب الارض؟ يعني ما بيعه تاني. في انت شغال شيطان بالليل ولا ايه؟ يا ابن الظروف هي اللي حكمت بكده. عمك درويش لو كان هنا
كان سلفني ده راجل طيب وبيسامح. انت بتلف وتدور على ايه؟ عمك درويش وسايب لك شويه اجهزه كده في السايبر. انت عايزنا نخون الامانه ونقلب الراجل في ماله. لا يا شيخ، ما انت قاعد في بيت فانا بتعمل ايه؟ بتزغط له البط؟ لا باخد بحس البيت، ولا انت عايزني اعيش معاك هناك في الغرزه اللي انت عاملها؟ ايه انا لما ابيع لك حتتين من الحتات دول عشان اجيب برشامه عند البهت مالي؟ لا لا يا بابا، مفيش حاجه هتطلع من السايبر، السايبر ده امانه في رقبتي، واي كلمه تانيه انا هقلع لك مرض. صدق انا ندمان انك ابويا، وندمان ان انا ابنك، وندمان ان انا بندم معاك دلوقتي بقول لك ان انا ندمان، وندمان ان انا فتحت لك، وندمان ان انا بتكلمك. اطلع بره يا بابا. يا قليل القصد. انا قليل القصد، يلا امشي. انت ولد عاق. عاق ايه بس؟ انت فاهم يعني ايه عاق؟ انا عاق، والله لو سالتك بقى تعرف معناه. هتوحشيني يا نوني. انت يا مامي هتوحشيني قوي. من فضلك خذي بالك من نفسك. بحبك قوي. انا كمان يا حمدي. بس عن رايك براحتك، انا برضه هستناكي. انا مش عايزه الكرسي ده، انا همشي على رجلي. طب ما عليكي ما ينفعش. ماما عشان خاطري من فضلك خليكي يا حبيبتي، خليكي على الكرسي. مش هوصيك على نهله يا منتصر. ما تقلقش يا مراد، دي في عينيا انت عارف. مع السلامه. ما عليكي. الله يسلمك. يا عصام، وصلت الحاجة في موضوع أمجد ديب؟ ده أنا روحي طلعت يا سيادة اللواء، شغل السفارات ده مقرف بجد. وصلت الحاجة ولا لا؟ مفيش حد خد تأشيرة دخول لليونان بالاسم ده في الفترة دي خالص. زي ما توقعت. عصام، أنا عايش شهادة ميلاده. إيه؟ بقول لك عايش شهادة ميلاده، سمعت؟ ولا أكررها ألف مرة. يا حبيبي أنا قلت لك الشغلانة دي عايزة شوية زكاوة أكتر من كده. عايز شهادة ميلاد، وفي حاجة أبسط من كده يا عصام؟ ده أنت رزيل ابن أخت صحيح. يلا مع السلامة. ماشي يا خالي. ميرسي. على إيه؟ إنك تمسكتي توقفي جنبي وتفضلي معايا. ويعني لو المفروض إن في حد يقول ميرسي هيبقى أنا. ميرسي علشان انت وقفت جنبي واستحملت اللي حصل الفتره اللي فاتت. بس انا كنت طول الوقت ببص الحاجات بعيني، وعيني طول الوقت خايفه عليكي. بس انا فكرت وقلت اشوفها بعينك انتي، حسيت ان عندك حق. في ايه بالظبط؟ موضوع درويش ده لما تعرف ان الداخليه ما قبضتش عليه الموضوع خد شكل تاني خالص. انا طول الوقت خايف عليكي، ممكن تتعرضي لخطر، بس خوفي عليكي ده خلاني انتبه لحاجه مهمه جدا. انت قابلت الراجل ده كذا مره، مفيش مره فيهم فكر انه يأذيك. ما هو انا كنت طول الوقت بحاول انقلك احساسي انه الراجل متورط مش اكتر. بس عموما خلاص يعني، وانا علاقتي بيه اتقطعت. مش عارف، حاسس انه ممكن يكلمك تاني. مش معنى طبيعي يا اهلا الراجل يعني هيلجأ لمين غيرك عشان يبرقه؟ بس المرة دي لو حصل ممكن نقرب من الموضوع أكتر عشان نعرف نحله إزاي؟ بجد؟ يعني هو لو رجع تاني المرة دي هتقف معايا؟ طبعًا. المرة دي هبقى جوه الموضوع، هبقى مطمن عليكي، مش هتحرك يعني بدافع الخوف. بس المرة دي بقى شوفي حد يخاف علينا إحنا الاتنين. يلا كوي. ايوه جاي. مين؟ أحي اتفضل الشيخ. يلا خليك علشان تتعظ وتبطل عك، تلاقي قعدتك في أمن الدولة علمتك العفة بتاع قلطس.
هو الولا شاب فين؟ وده سؤال تسأله وانا عمري ما اعرف يروح فين. يا سلام، ده ذكر الحمام بيخاف على زغلوله. الولا تليفونه مقفول من الصبح، ما تقلقش عليه. هيروح فين يعني؟ يا تلاقيه عند واحد صاحبه، يا تلاقيه عندك في البيت، يا تلاقيه في السايبر. السايبر؟ سايبر ايه؟ وما تشمعش السايبر؟ هو اللي زي ده يغلب، بس انا اديته درس في الشهامة. قلت له تروح المحل بتاع عمك درويش، تخلي بالك من ماله ومن كل احواله وشغله وهو مش موجود. ده انت اللي قلت الكلام ده؟ طبعا. ده انت تاكل مال النبي يا شيخ. بقول لك ايه؟ ادفع لك حق الشاي ده؟ ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا سلام على الحب، يعني حضرتك ما سافرتيش عشان خاطر الزوم مش كده؟ لا لا لا، هو ده سبب من الاسباب، بس يعني انت عايزه السبب الرئيسي؟ تالي موضوع درويش. درويش؟ بعد ايه بقى؟ انت مش قلتي انه خلاص باع القضيه؟ عندي امل انه يرجع تاني في كلامه. بيني وبينك انا ما صدقت ان حازم ابتدى يقتنع بحكايته. حازم؟ انت حكيتي لحازم كل حاجه؟ لا طبعا ما حكيتش، انا بصراحه يعني لسه مش عارفه ايه اللي ممكن يتحكي واللي ممكن ما يتحكيش. بس انت وراكي حاجه بكره الصبح. ليه؟ عايزاكي معايا في مشوار. وبعدين على فكره ابوك كان عنده حق. عرف الجامع يا عم. اسمع بس مني، الحاجات دي خرده، بيعها وانت اول بفلوسها. وبعدين عم دروش فيه ما بخ. انا هرسل وابقى في نفس الوقت. انا كان زي اللي ما شايف عم درويش قدامي. يعني انا بطلت البرشام عشان بشوف صراصير، اشرب حشيش، اشوف عم درويش. الله يخرب بيت الحشيش. امسك يا زميلي الحرز بتاعك. انا همشي يابا. ها؟ الله يخرب بيت الحشيش. تصبح على خير يا هاني. أنا عارف يا عم درويش. أنت عم درويش بجد؟ عم درويش؟ قلبت المحل غرزة ولا؟ أنت شكلك زي الحقيقة بالظبط. ارمي السيجارة دي وفوقني فوقني. العالم ده بصمت عم درويش. يعني الدراع ده دراع عم درويش. يبقى ده جسم عم درويش. يبقى انت عم درويش هو. روح جدك القرف فيكم شكلك. روح كده وكلمني. عم درويش احنا اتبهدلنا قوي في غيابك يا عم درويش، والحكومه عملت معانا الصح. عملت معاك الصح؟ عملت ايه؟ ما انت زي القرد اهو. فعلا هزه النفسيه يا عم درويش وانت بتستقل بيها دي. هزه ايه يا حبيبي؟ انا اتدمرت من جوايا، بقيت حطام. طب فوق بقى كده وصحصح لي عشان ما حطمكش. انا راجل هربان ورايا ناس بتجري ورا بعض. ها؟ وحاجات كده يعني. حاجات ايه؟ وحاجات كده. وادي النيله السوداء يظهر ان انا سطرت على الريحه. انا عايزك تساعدنا له نبيع الحاجات اللي في المحل دي كلها على بعضيها. يا سبحان الله. سبحان الله ونعم بالله. عندك حد يخلص ويشيد بسرعه؟ اعرف يا باشا واجيبهولك فورا وامضي على الاكوار كمان. يلا السلام عليكم. يا شبه عم درويش بالظبط. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فرد الحمام اتلسع في زغلوله. زغلولو. ما كنتش عارف تجيب حاجه اصغر من ده. لو عايز اجيب لك يا باشا، بس هتستنى عليا اسبوعين كده انا معدي من الجمرك. مش مشكله. طه يقضي الغرض برضو. عمل له كام ده؟ 2000 يورو يا كبير. نعم اروح امك. ليه؟ ما انت عارف يا كبير الحاجه دي بتيجي بتضليه. ماشي. هتعرف تركبه ولا ايه؟ عيب يا كبير، دي لعبتي. خلاص. تكن مكانك واستنى تليفون مني.
تمام يا قائد. امسك.